أبيك تشوف بس كيف الدجاجة دايبة. شوف اكزت تامر. طبعا الحلقة اليوم راح نسوي لكم أكلة من عالم هورايزن فوربيدن ويست. السلام عليكم، حياكم الله في الحلقة الجديدة من تيجي نطبخ مع ضيفنا اكزت تامر. أهلا وسهلا فيكم، معكم اكزت. طبعا الحلقة اليوم راح نسوي لكم أكلة من عالم هورايزن فوربيدن ويست. احنا بنركز على الدجاجة الشواية هذه الرهيبة. أوكي يا سلام، راح نسويها ونضبطها. تقول لي انت ما قد طبخت قبل ها في حياتك؟ اول مره اطبخ. طلع شيف رهيب اليوم، يا سلام. طبعا الطريقه اللي بنسويها، اول شيء بنفرش خضار على صينيه، ثم بنحط فوقها الدجاجه وبنخليها تستوي بالفرن. طبعا بنتبل الدجاجه تتبيل رهيب، لكن اول شيء بنقطع الخضار. في البدايه راح ناخذ البطاطس ان شاء الله. اوكي، راح نغسلهم ونقطعهم بالقشر عادي. ممتاز، الان غسلناهم، بنقطعهم مكعبات. مكعبات، يلا بسم الله. بسم الله. المفروض هذه مكعبات. الان خلاص قطعنا البطاطس، الان ننتقل للجزر. اللي بنقطع الجزر برضو مكعبات زي البطاطس. يا سلام، هذا الجزر ساموراي شيف عنده طريقة في القطع، اقطع كذا على طول. الحمد لله اني ما بموت. هذه الحين طريقة مورتال كومبات. فيتاليتي. الآن بعد ما قطعنا الخضار إلى مكعبات راح نسوي التتبيلة. التتبيلة حقتنا راح نحط فيها الدجاج وأيضا الخضار. كمون، فلفل أسود، ثوم مطحون، ملح. وهذا سر اللون اللي بيطلع، اللي هو إيش؟ بابريكا حلوة. يا سلام، هذا بتخلي الدجاجة كذا تحمر لما تطلع من الفرن. ومعجون الطماطم، طبعا معجون الطماطم دائما لونه حلو كذا ورهيب، تحسه تحس مخلي الدجاج بتطلع لونها مره احمر. يس، بيساعد عندنا. واخيرا بنحط زيت زيتون عشان ايش الخليط اللي عندنا يصير ايش متجانس، ونقدر ايش ندهنه على الاشياء اللي موجوده. الحين تخلط زي الساموراي. انا احب كل حركه اسوي يكون في منها شيء. الحين خلني بخلط زي سي جي. يعني الموضوع ممكن يكون يلا. ايوه، مشن باست. رائع، هذه تتبيلتنا. الحين مش بنسوي، بناخذ الخضار وبنتبلهم بالتتبيله ثم بنحطهم على الصينيه. بطاطس قبل الجزر. اخلط البطاطس هو عشان ياكل التتبيله. كانك تفتح بوابه في لعبه. تشم الريحه. طبعا اول طبقه عندنا بالصينيه بتكون ايش؟ البطاطس. البطاطس، اي. فبنفرد البطاطس هنا ان شاء الله عندنا. لان ايش احنا بنسوي حركه، بدل ما نحط الشبك تحت الدجاج عشان ما يلامس السطح الصينيه من تحت، بنخلي الدجاج يصير فوق الخضار. يعني الخضار هو العتبه اللي موقف عليها الدجاج. ونكمل الجزر وباقي الصلصه حقتنا. حط الجزر الحين في الصحن، وزعه. وزع. طيب طبقتنا من الخضار اوكي طبعا صارت جاهزه. الحين هذه بنفرش عليها الدجاجه. طبعا الان عندنا دجاجه جميله راح نتبلها. طبعا اللي بيصير عشان ايش ما نخسر الصوص ايضا، اني اباخذ الدجاجه نفسها اوكي بنحطها هنا. يا سلام. وتامر بياخذ الصوص وندهنها ندلكها. يلا حطها. اول شيء نبغى ننزل الصوص عليها شوي شوي شوي. يا سلام، حلوين. حط زياده بعد، انتوا تذكروا هاللون كويس. اوكي طبعا ايش بنجي ونفرش الدجاجه فوق الخضار اللي موجوده هنا. حلو، نتاكد انها مرتفعه. طبعا نقطه اخيره هنا راح نحط مويه شوي تحت. ليش؟ عشان يساعد في طهي الدجاجه. نحطها بس من الجوانب. اوكي، وهذه قبل الطبخ. طبعا بناخذ الطبخه الان اوكي، وبنحط الصينيه في الفرن على درجة حرارة 200 وحرارة من تحت مبدئيا، وبنحطها لمدة ساعة. يلا بتدخلين الحين بيتك الجديد. يلا بسم الله. طبعا الحين بناخذ كمية من البصل بنحطها في صلصة الطحينة. اوكي، هذا راح تعطيك كذا ملمس جميل. يا سلام، وطعم اجمل. كمان بنستخدم البصل كله، اتوقع انه كثير. بناخذ الكمية وخلاص تقريبا. اوكي، افضل شيء نقطع البصل صغير قدر الامكان عشان ايش
عشان يعني يصير ما يخرب الطحينة تماما، عرفت؟ راح نخلط ذا كله، صارت ثقيلة شوي، فاحنا ممكن نزيدها مويه عشان ايش تخف اكثر. بينما نستنى الدجاجة تستوي بعلمكم عن هذه كروت القرقعان الرهيبة، نسخة خاصة رمضان من بلاي ستيشن، بنسوي سحب لمتابعينا على السوشيال ميديا اللي يتابعون دي الحلقة على هذه الكروت، فشاركوا بفعالية بالتعليقات والتفاعل. ايضا تابعون في حسابهم على بلاي ستيشن على تويتر، طالع امامكم الان عندهم فوزير رمضان وعليها جوائز رهيبة. لحظة الحقيقة جت، خلونا نشوف المنتج النهائي. يلا ليتس جو. يا سلام يا المنطق، يا سلام. شفت الصلصة اللي حطيناها صار لونها احمر احمر، يا سلام، هذا اللي نبغاه. يا اخي تحس في شيء ناقص كذا، تحس ما عندك كلمة سر تطلع بخاري. عندي كلمة السر. واو نايس. معليش احنا اسفين يا غوريلا جيمز، بس يعني حولنا الاكلة الى بخاري. طالع شلون. بس كذا اكتملت. ابيك تشوف بس كيف الدجاجة ذايبة، شوف على طول. يا ساتر انفكت على طول. شوف شوف شوف، تاخذ قطعة دجاج زي كذا، حلو. ليش تسوي؟ تحط عليها شوية طحينة وتاخذ شوية رز بخاري. ها بالنسبة لأول أكلة تطبخها في حياتك، ولا غلطة. ها ولا غلطة، مش امباست. خلاص بتغلب طبخ خلاص. إيه معانا. يلا نترك الجيمينج خلاص. أوف، شعور لذيذ لما تذوق الأكل اللي لما تطبخه يطلع مرة كذا طعمه. أوف شباب الفريق التصوير، وهذا حياكم، تعالوا كلوا. تعال حياك محمود، حياك. على فكرة دام إننا أخيرا التقينا، ترى مو بعجبني سالفة إنك تقول إنك أحسن جيمر في العالم. ما عجبتك؟ وش كنت تقول؟ أنا أقصد إنك أفضل جيمر في الكون. بالضبط.